ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر الدكتور حمزة على جهوده وعلى ما حصلوا منها المرضى من تعافي بعد الله سبحانه وتعالى. أنا جاي لي حول 4 أيام على ذكره من أخواننا الخليجيين وغيرهم، على ذكره وعلى التجربة، ورع المثل يقول التجربة خير برهان، ويقول اسعى المجرب ولا تسعى الطبيب. فحنا نسعى الرجال ونسعى أباء المرضى ونسعى الناس وندور الأسباب لمرضانا أنا وغيري. فذكرنا الأخ هذا الدكتور حمزة أنه وطلعت نتائج المرضى عنده بالحمد لله بعد الله سبحانه وتعالى، كلها طلعت كل إنه يشكر الله ثم يشكره. وحنا تو بادين عنده ندعو له. بالنسبة هذا الحفل هذا هو مسوي كرامة للمرضى ولأبناء أباء المرضى، وتكريم وتشجيع وأكرم في كل مكان وفي كل رجال وفي كل أنا، وهو من أولهم ونشكره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور حمزة والدكتورة أنيسة والطاقم حقهم على الضيافة المباركة ذي، وما قصروا، جمعوا العرب والمرضى اللي موجودين هنا كلهم مع بعض وما قصروا، وما شاء الله عليهم يثنون عليهم جميع المرضى ولقوا في تحسن عندهم، وإن شاء الله من كذا وأفضل بإذن الله.